اخر وداد الحمد تدير واحد اللقاء الان، يعني حطنا في صوره هذا اللقاء اللي كاين اليوم. هذا اللقاء اسيدي كيجي كتتويج لواحد المسار اللي هو صراحه مسار عسير. الظلموا فيه بعض الاخوان اللي هما اعضاء المكتب، وهاد الناس راه كما كتشوف راهم تقريبا شارفوا على واحد ما يقارب 90% من المشروع ديالنا، والناس راه كتفيني منهم هذا عبد ربيه، ولكن فوجئنا بالاعتقال ديالهم نظرا لانه واحد 18 منخرط ما بان لهم هذا الشيء ما عجبهمش. هاد الاخوان دابا دانوا بسوء تسيير، ما دانوش لا باختلاس لا بخيانة الأمانة، وإنما بسوء تسيير ودانوا بخمس شهور نافذة. الإخوان راهم خرجوا، وحنا اعترافا بالجميل ديال هاد الناس راح ندرنا هاد الوليمة إن شاء الله اللي غادي نتجمعوا فيها اليوم. وداد الحمد السكنية عرفت مجموعة تعثر على مستوى الأشغال، يعني هذه ربما 5 سنين ولا هذا والأشغال انطلقت وباقي لحد الساعة ما كاين حتى شي واحد استفاد، علاش التأخر؟ فعلا هو كان واحد كاين الأسباب كثيرة اللي جعلت هذا المشروع أنه يتعطل. من بين الأسباب الأولى وهو المقاول الأول اللي كان بنى هذا المشروع كان وقع مشاكل والبني كان مغشوش، دونك ريبوا ليه، ودونك خدات واحد المدة باش ريبوا ليه. وثانيا كان جات الكورونا في 2020 اللي راه العالم كله كان توقف عليها. وكاين السبب الثالث اللي هو هاد الشكايات اللي كانوا كيوقعوا يعني المكتب ديالنا، والمكتب ديالنا كان تقريبا هو دابا 6 شهور باش كان معتقل، وقبل كانوا دائما كيتستدعيهم في الضابطه القضائيه جدرميه البوليس سير منها، يعني الا جينا نحسبوا واحد المده ديال واحد 2 أو 3 سنين مشات هكاك غير في هاد المشاكل هذه. شحال انتم من منخرطين في هاد الجمعيه في هاد الوداد؟ احنا دابا كاينين 180 منخرط، احنا 180 منخرط، كاينين واحد 18 اللي هما اللي داروا هاد الشكايات وهاد المسائل، وكاين 160 اللي هما مع المشروع. والناس تقريبا هنا راه فوق من 100 ديال الواحدين اللي خداو يعني الشقق ديالهم، سلموا الشقق نصف جائزه. كاين اللي كمل فينيسيون ديالها سدها، كاين اللي باقي خدام فيها، هذا هو اللي كاين حاليا. وي دابا حنا هنا اليوم كنحتفلوا بالخروج ديال الاخوان ديالنا في المكتب اللي هما تعتقلوا هذه المده ديال 5 شهور، وبكل صراحه الفرحه ديالنا راه ما كاملاش 100%، لاننا حنا الاخوان عرفناهم بانهم بريئين، لان خرجت الخبره الحسابيه ما فيها لا اختلاس ولا حتى شي حاجه، خرجت الخبره التقنيه ديال البني بان البني كامل 99%، يعني باقي فيه 1% اللي هي الجرادي وهاد المسائل وداك الشيء. اذا حنا تنطالبوا دائما بالبراءه ديال الاخوان ديالنا، لان البراءه ديالهم كاينه وغدا تكون ان شاء الله، والاخوان راه مستنفي الحكم لهذا الابتدائي هذا. استاذة رشيدة، اشنو المطالب ديالكم في ودادية الحمد التساعد؟ احنا الحمد لله المطالب ديالنا اللي حنايا كنتمناو وتنطمحوا ليها هي اكتمال هذا المشروع، والحاجه الوحيده اللي حنا كنتمناو هو هاد الناس ديالنا اللي شرفوا على هاد البروجي اللي هو حتى تدار وطلع وتعبوا عليه وعطوا كل وقتهم باش يوفروا لنا داك الشيء اللي حنا باغيين واللي تمناو. الحمد لله حنا ديورنا حنا تسلمناهم. اشنو بقاو لينا؟ بقاو لينا المرافق فقط، هي اللي بقات لينا. هاد المرافق ملي وقع لينا نزاع مع بعض المشتاكين، واحد القله القليله ديال المشتاكين اللي هما وقع لينا معهم النزاع اللي مع ماشي مع المنخرطين وانما مع اصحاب المكتب، حنا ما عرفناش شنو هو الهدف ديالهم. الا كان الهدف ديالهم هو تكميل المشروع فالحمد لله، حتى هما ما هربوا لينا التلفين. ان فوا تفك المشكل ديالهم اللي تبت بان البراءه اللي خرجت من المحكمه على انهم ما كاين حتى شي حاجه من هذاك الشيء اللي هما تيدعيو هذوك الناس المشتاكين، كان من 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 فرحتنا حنا، وحتى هما كانوا بغاو يثبتوا على الاختلال، والحمد لله ما كاين لا اختلال لا حتى شي حاجه. اشنو بغينا اكثر؟ بغينا اكتمال هذا المشروع. ومنين هاد الناس خرجوا؟ علاش ما نعطيهمش يد المساعده؟ وعلاش هاد المنخرطين ما ينوضوش يكملوا هذوك شو يقولوا لهم ديالهم المساهمات ديالهم والمسائل ديالهم باش كومسا حتى حنا نكملوا؟ هاد الناس راه منخرطين، صحاب المكتب راه حتى هما منخرطين، ما غاديش يمشيو يجيبوا الفلوس من جيوبهم باش يكملوا لينا، خص حنا نكملوا المشروع ديالنا من جيوبنا من 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 المساهمات ديالنا، ماشي حتى مساهمات، خاصنا نعطيو باش المشروع يكمل. واش حنا كنطلبوا منهم باش يكملوا لينا في المده الوجيزه وحنا كنتقاعصوا في الدفوعات؟ خاصنا نكملوا لهم باش هما حتى هما يكملوا لنا المشروع، وديك الساعه نطالبوهم باش ما بغينا.
هذا هو المطلب الوحيد. وكنتمناو من الله هذوك المشاكين يحاولوا ما امكن يتفهموا 160 منخرط. راه حنا تعبنا من هذه المشاكل ومن هذا حتى هما كيقولوا لك التعطال وكيقولوا المكتب بانه تعطل علينا وما سلمناش. راه التعطال راه منا حنا المنخرطين، راه ماشي من صحاب المكتب. وهذا هو الكلام ديالي، وتنتمنى من الله هذوك الناس الله يهديهم، الله يهديهم بركة علينا من المشاكل وبركة علينا من هذه الصراعات الخاوية اللي حنا ما عندنا حتى شي مصلحة فيها. وحنا تقريبا هاد الناس اللي منخرطين في هاد الودادية راه النسبة الكبيرة من هاد 160 اللي هي تقريبا 60% كلهم من الجالية المغربية. وهاد الناس راه هما مسانديننا بروحهم بفلوسهم وعطاو هاد الناس ديال الجالية المغربية، راه هما مكملين الدفعات ديالهم وحتى القيمة التكميلية. يعني هاد الناس راه حنا كنتكرفصوا عليهم بهاد الصراعات اللي كاينه.